السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ ليلى أو سوري سوريجاتو. أول حاجة نحب نعتذر على الغياب متاعي، والله صدقوني يا البنات ما يشدني عليكم، كان الحاجة اللي قوية وفوق من طاقتي وما نقدر نحيش، الله غالب ظروف يا البنات. هنايا حبيت نبارطاجي معكم روتين خفيف ظريف في المطبخ. نهار هذا كنت صايمة البنات وعملت عشاء خفيف وعملت حليوة ولا تخت خفيفة ظريفة ياسر ياسر بنينة بمقادير بسيطة بحبة بيض فقط. وكما تشوفوا المقادير كامل صغار، ما نستحقوش حاجات كبيرة، والحاجات متاع التخت هذه موجودة في كل بيت يا البنات، صدقوني حاجة ياسر ياسر بنينة ما مفيدة. بطبيعة الحال نخلي لكم كامل المقادير في صندوق الوصف من تحت والوصفة بالديتاي، اعملوا عليه نظرة. وكذلك باش نعمل حريرة صحية، سبق لي وحضرتها معكم في القناة اما في الاعادة افادة، نحط لكم كذلك الرابط نتاعها في صندوق الوصف. وروز خفيف ظريف بنين، روز ازهر كل حبة تجي وحدها. قولوا لي اذا كان هذا النوع من الفيديوهات يعجبكم ولا لا، يعني نحضر لكم اكثر من وصفة، يعني واش نحضر في النهار كامل قولوا لي في التعليق، والا تحبوا كل وصفة وحدها، والا شنو الفيديوهات اللي يعجبكم. كذلك البنات باش نبداو في حلويات نتاع راس السنه، الحلويات ولا الخبزة الجاتو والا الباتيسري. دونك انا بالنسبه لي انا نحب نعمل لكم دي جاتو ولا باتيسري اقتصاديين، مش الناس الكل عندهم اللوز والجوز في ديارهم، لا لا، حاجه اقتصاديه وبنينه وسهله ومش كومبليكي. اذا كان يعجبكم هذا النوع من الوصفات قولوا لي البنات، والا اذا كان تحبوا يعني بكل صراحه انا شنو عندي في راسي، حابه نعمل لكم زوج وصفات اقتصاديين ووصفه بالجوز واللوز وكل هذوك الحكايات. اذا كان هذا البروغرام يعجبكم قولوا لي كذلك في التعليق. هنا كيما تشوفوا عندي هذا الترت عملتها بحبيب التفاح فقط، واذا كان عندكم الزبيب ضيفوا الزبيب البنات. وبالنسبة للفور انا سخنته على 180 درجة. علاش ما تيتقمش في وصفة هذه باغ ديتاي ما حكيتش عليها، خاطر معملة نكتبها لكم في صندوق الوصف باش اللي تحب تعاود تعملها ترجع لها. بالنسبة للحريرة، الحريرة عفوا البنات، هذه حريرة اقتصادية، مش عفوا مش اقتصادية، صحية. مخي في الاقتصادي، مخي في الوصفات الاقتصادية، نحب نعمل لكم حاجات سامبل. كيما قلت لكم حاجه ياسر صحيه وياسر بنينه، سخته في هذا البرد لازمنا حاجه باش تسخنا. وماذا بينا كذلك نوكلوا اكثر خضره لاولادنا ما نرمي في قباها. دونك انا هذه هي الطريقه نتاعي، وبكل صراحه البنات هذا سر من اسرار اللي يخليني محافظه على الوزن نتاعي. هاكم شفتوا ناكل الحلوى ناكل الحاجات الحلوين، لكن الوزن نتاعي ديما ثابت. علاش البنات؟ خاطر في معظم الاوقات في العشاء يكون خفيف، تكون حاجه خفيفه وتكون باغ اكزومبل سوب كيما هكا تاع خضره ومعاها نعمر بها كرش، يعني ناكل كونتيتي كبيره من السوب ومن بعد نزيد معاها حاجه خفيفه نلقى روحي اشبعت. بالنسبه للوصفه هذه كيما قلت لكم نحط لكم الرابط نتاعها في صندوق الوصف. فيسه فيسه تتحفر سهله مهله ما شاء الله وتبارك الرحمن. كما شفتوا فيها مجموعه من الخضر، شوفوا لي عليها الالوان الزاهيه يا الله ما احلى. تقول طابلو انا تعجبني الالوان هذه في المرميطه كي نحطها ونبدا نطيب فيها نبدا عامله عليها كيف. يا سلام يا سلام يا سلام. كذلك تنجموا تعملوها من غير الدجاج من غير اللحم حتى شيء، خضره صافي. انا حطيت نص مش نص ربع صدر دجاج كما تشوفوا، وفي الاخر كي طابت ضفت لها الشوفان. هنا البنات باش نحضروا الروز مع بعضنا باش نعطيكم الوصفه باغ ديتاي. كيما تشوفوا هنايا في طنجره حطيت شويه زيت، حبه بصل قليتها مليح مليح البنات، حطيت قطع من الدجاج، هذا فخذ تاع الدجاج قصيته على أربعة. كيما تشوفوا حطيت شويه في الحريره وشويه في الروز، يكفي البنات، مش الفايده في كثر اللحم كثر الدجاج، لا لا لا، حاجه قليله حاجه بسيطه جوست تطلق الجو تطلق البنه، وناخذ كيما نقولوا احنا الكميه اللازمه من البروتين في النهار. هنايا حطيت عرف قرفه شويه ملح شويه فلفل اكحل وشويه كركم وريقات رند البنات، وخليها تاخذ تقليه خفيفه ظريفه ما نطولش البنات. من بعد نمرقها بالماء ونغطيها ونخلي الدجاج متاعي يتيب نص تياب او اكثر شوية من نص.
من بعد البنات كيهز الغلوة متاعو، نضيف كمية الروز اللي سبق لي غسلتها قبل البنات، اغسلوها ونغطي الطنجرة تاعي ونقص الغاز وخليها تطيب على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، وأصبح الروز متاعنا يشهي وحاضر البنات ما شاء الله. كما تشوفوا السوب جات هايلة 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 وياسر ياسر بنينة، صدقوني أنا ولادي مش بعش منها. أنا كذلك هنا كانت عندي شوية سلطة مشوية كذلك أو شليطة حطيتها، والروز متاعي كي كمل طاب حطيت له شوية زبيب، جاي يا سلام ياسر 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 بنين يا البنات. واش نقولكم واش نحكيلكم، كما شفتوا البنات وصفات ياسر سهلين ياسر بسيطين. بكل صراحة ما خذوش مني الكثير من الوقت، حضرتهم في ساعة حسب التقريب، شوربة ياسر 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 بنين. نتمنى انكم تجربوها، او حريرة. وهنا السلطة المشوية تاعي يا سلام، والروز كما قلت لكم جاي شهي وياسر بنين، كل حبة وحدها. نتمنى انكم تجربوه وتعطوني اراءكم البنات.